عودة مجددا مشاهدينا الكرام وإلى فقرة ضيف الغرفة. تفتتح غدا تظاهرة الصهات مناصت الدولية، لتظاهرة اقتصادية تحت إشراف وزارة التجارة بمشاركة متعاملين اقتصاديين جزائريين ومن دول إفريقية. هذه التظاهرة التي تمتد من 23 جانفي إلى غاية من 23 ديسمبر أقول إلى غاية 6 جانفي، وهذا في إطار تكثيف التظاهرات الاقتصادية من أجل التعريف بالمنتوج الجزائري المحلي وتصديره نحو الأسواق الأفريقية. لإثارة هذا النقاش مشاهدينا الكرام، أسعد باستضافة الأستاذ سليم رقاد، مدير متابعة وترقية الصادرات وترقية المبادرات التجارية بوزارة التجارة. أهلا بك سيدي. شكرا على الاستضافة. نعم، إذا بداية أستاذ رقاد، نتكلم عن تظاهرة اقتصادية هي الصهار التامناس، لو نتكلم حول هذا المعرض الذي سينطلق غدا بحول الله. إذن مرة ثانية شكرا على الاستضافة، والفرصة جيدة جدا أننا نتكلم على معرض الأصهار الدولي. أصهار هي علامة مسجلة لدى وزارة التجارة، وهي أحد أهم آلياتنا في الجهة الجنوبية لنستقطب أولا المبادلات التجارية بيننا وبين الدول المجاورة، ولكن لكي أيضا تصبح منصة للتبادلات التجارية لكل الجهة الجنوبية مع الدول المجاورة. الأصهار هذه السنة هو في طبعته السادسة وثلاثون، والأصهار هذه السنة عرف فرق كبير بينه وبين السنوات الفارطة. في الحقيقة هذا السنة اشتغلنا كثير على إنجاح هذه العملية لعدة أسباب، لأنه كانت غياب كبير في السنين الفارطة، رجع في السنة اللي فاتت، ولكن هذا السنة أعطيناه طابع خاص أنه يكون أقوى وأقوى، لأنه فيه تحديات كبيرة في الجهة الجنوبية الجزائرية، خاصة من حيث تطوير تجارتنا مع الدول المجاورة الإفريقية الحدودية كالنيجر، مالي، تشاد، موريتانيا، بوركينا فاسو، وأيضا بقية الدول حتى إلى نيجيريا. هذا السنة هذا المهرجان قسم إلى عدة برامج أو أجنحة، فيه الجناح الدولي لترقية الصادرات، واللي هذه المرة عرف مشاركة أكثر من 142 مشارك، يعني بمختلف منتوجات الجزائرية المتطورة جدا واللي عليها إقبال كبير في الدول الإفريقية. أيضا هي منتوجات تنافسية في السوق الإفريقية، هي منتوجات ذات جودة عالية قابلة، وأنها تأخذ حصص كبيرة في الأسواق الإفريقية. أيضا خلال هذه الفرصة سيتم برمجة لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والضيوف من موريتانيا، من النيجر، من مالي، وأيضا من تشاد. هذا المهرجان لهذا الطبعة سيشرف عليه طبعا السيد وزير التجارة وترقية الصادرات البروفيسور كمال رزيق، وأيضا مع زميله السيد ولي ولاية طمر راست. هذا الطبعة كان عنوانها عنوان خاص جدا وعنوان قوي، لأنه راح يفتح أبواب سنة 23، وكان تم الاتفاق عليه، وهو أنه تمر راست ستكون بوابة للسوق الإفريقية. نعم، لسنة 23. جيد، سنعود إلى هذه النقطة أستاذ رقاد حول العنوان التي تم اختياره بالنسبة لهذه التظاهرة في الطبعة 36، لكن لو نتكلم عن الأرقام أو عدد المشاركين في هذه الطبعة أستاذ رقاد مقارنة بطبعة سابقة في طبعة 35. والله هذا الطبعة اشتغلنا عليها كثير على أننا ننجحها وتكون قفزة إلى الأمام فيما يتعلق بالمشاركات. هذه المشاركة السنة هذه فيها 142 مشارك، والحقيقة
كان تهافت كبير على المتعاملين أنهم يشاركوا معنا، ولكن الظروف اللوجستية خلتنا نختار فقط 142 متعامل. أيضا فيه معرض للمنتوج الوطني اللي راح يكون أيضا في نفس المكان في طمر راصد، وهو الذي سيضم 200 متعامل مشارك. من بين هذا 200 فيه 40 حرفي، لأنه فيه جناح أيضا للترويج للمنتوج التقليدي والحرفي، فيه 40 حرفي إذا جزائري، وأيضا فيه حوالي 70 عارض إفريقي كانت لهم الفرصة أنهم يشاركوا معنا هذا الطبعة، وهي طبعة تفوق بالكثير الطبعة اللي فاتت، يعني طبعة 62، لأنه أعطيناها كل الدعم والمرافقة، وكان يشرف سيد الوزير خصيصا على هذا الملف على إنجاحه للتحديات المرتبطة به، خاصة مع الدول المجاورة لنا الجنوبية، وخاصة إلى الإمكانات وكل ما تحوز الجهة والجزائر من إمكانيات أن حتى نأخذ حصص سوقية معتبرة في مستقبلا، يعني سنة 23 في هذا الأسواق المجاورة. نعم أستاذ رقاد، ربما صرحتم قبل أيام أن سنة 2023 ستكون سنة تصدير نحو الأسواق الأفريقية بحول الله، ومع تظاهرة الصهار طمناس اخترتم عنوان طمناس بوابة أفريقيا. وبما أننا نتكلم عن هذه المنطقة وأهميتها وكيفية تفعيل حركية التجارة بها، والله تمرست مدينة عريقة جدا وقديمة في التاريخ، وتمرست هي بعدنا الإفريقي، تمرست هي المنصة للتبادلات التجارية التقليدية، لأنه تمرست الآن فيها منطقة للمقايضة، وراح تكون أيضا تمشي هذا مع فترة المهرجان مع مالي والنيجر، وهي معروفة جدا وممارستها قديمة جدا فيما يتعلق بالمقايضة. طمراست هي منصة سيتون بلاتفورم اللي رايحة تضم كل العمليات أو رايحة تحتوي كل العمليات التجارية. طمراست هي مطار الحاج أخاموخ، طمراست هي السياحة والأماكن اللي يزوروها الأجانب من كل دول العالم. طمراست أيضا هي كل البنى التحتية اللي موجودة فيها من كهرباء، من غاز، من طرقات، من مرافق عمومية جاهزة غير موجودة في الولايات أو الدول اللي في الجهة المقابلة. يعني ما نصيبوش طمراست في النيجر، ما نصيبوش طمراست في مالي، ما نصيبوش طمراست في تشاد، وما نصيبوش أيضا طمراست في بوركينا فاسو أو حتى في موريتانيا، لأنه طمراست تتوفر فيها كل الشروط أنها تصبح منطقة أو منصة من بلاتفورم لكل المبادلات التجارية، خاصة أنها تحوز على الطرقات، تحوز على الكهرباء، تحوز على البنى التحتية من حيث الفنادق، تحوز أيضا على مشروع منصة لوجستية قامت بإنجازها شركة لوجيترانس، واللي رايح إن شاء الله تفعل خلال سنة 23. الجزائر سيدتي مع المعرض الوطني للمنتوج الجزائري والخدمات عرف، وهو مازال يعني لحد اليوم عرف مشاركة قوية جدا للمنتوجات الجزائرية. الدبلوماسيين اللي شاركوا في هذا المعرض من الدول الأجنبية انبهروا بالمنتوج الجزائري، لذا سنة 23 إن شاء الله ستكون سنة وين رايحين ندفع بكل ما لدينا من قوة، سواء على مستوى وزارة التجارة أو على باقي الوزارات، يعني في إطار كل الحكومة، أنها ستكون سنة الإنتاج وأيضا سنة التصدير، لأنه السيد رئيس الجمهورية
يلح إلحاح كبير على أنه انطلاقة سنة 23 هي انطلاقة الإنتاج، هي انطلاقة الاستثمار، ولكن هي أيضا انطلاقة المبادلات التجارية، لا سيما منها التصدير نحو إفريقيا وباقي دول العالم. نعم أستاذ ركاد، ربما نتكلم على أن سنة 2023 سنة إفريقية، سنة إنتاج وتصدير، ربما لو نتكلم عن نقطة كيف ستفرض الجزائر نفسها في السوق الإفريقية، خصوصا أنه يمكن وصف أن منطقة إفريقية هي محل صراع هادئ بين الصين وكذلك بعض الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. والله خلال سنة 2021 الدبلوماسية الجزائرية اشتغلت كثير على إفريقيا. بعد الدبلوماسية نأتي نحن كوزارة التجارة لمتابعة هذا الانفتاح نحو إفريقيا. مشاركتنا في سنة 21 في معارض في دوبلان في دوربان بإفريقيا الجنوبية كانت ناجحة جدا، وين خذينا العلامة الأولى أو التشريف في من حيث المشاركة، أيضا كانت مشاركة قيمة وناجحة جدا، وين أيضا خذينا أحسن مشاركة في داكار بالسنغال. أيضا كانوا مشاركاتنا السنة الفارطة في الموغار بتندوف وأيضا أسيهار لسنة 2021 كانوا ناجحين جدا. إذن وضعنا كل ما لدينا من إمكانات أن ينجح هذا الأسيهار 2022، ولكن أؤكد لك سيدتي أن المنتوج الجزائري هو منتوج قوي ذو تنافسية كبيرة. المنتوج الجزائري هو منتوج عالي الجودة، المنتوج الجزائري هو منتوج قابل أنه يأخذ حصص في الأسواق الإفريقية، المنتوج الجزائري عليه طالب كبير في السوق الإفريقية ليس من اليوم فقط ولكن منذ سنين، ولكن كان فقط اتجاهنا قبل اليوم أننا فقط كنا نبحث على أننا نمشي إلى أسواق أوروبية أو غيرها، ولكن الآن توضحت الصورة على أننا نتجه نحو الامتداد الإفريقي للجزائر ونحو امتدادنا الثقافي، واللي عندنا فيه يعني فرص كبيرة. يعني لابد أننا هذا السنة سنة 23 نغتنمها ونأخذ حصصنا، لأنه الجزائر هي البلد الوحيد في إفريقيا يعني في ناحيتنا اللي عندها الكهرباء والغاز متوفر جدا، خاصة في حتى في الجنوب، واللي هو واحد من أول الشروط اللي نستغلوها في عملية الإنتاج. الحمد لله إنتاجنا متوفر، استثمارات كبيرة في الإنتاج التحويلي، استثمارات كبيرة أيضا في إنتاج الأغذية، عند استثمارات كبيرة في الإنتاج الكهرومنزليات، استثمارات كبيرة في الإنتاج المواد البلاستيكية والمنتوجات البلاستيكية، ولكن أيضا ليس فقط من حيث السلع، ولكن الجزائر الآن أيضا تحوز على إمكانات كبيرة في أننا نصبح مصدرين للخدمات لما عرفناه من تطور للستارتوب الجزائرية وأيضا لكل النشاطات الخدماتية. نعم، لما نتكلم أستاذ رقاد بالأرقام، يعني كم يبلغ حجم التبادلات التجارية بين الجزائر والمنطقة الإفريقية؟ والله بين الجزائر وإفريقيا الحجم ليس بذلك الحجم الذي يمثل العلاقة الجزائرية الإفريقية، ولكن أعطيك أفضل من الأرقام أنه الجزائر هي البلد الوحيد أظن في إفريقيا، أو إذا كان بلدان أخرى في إفريقيا سوف تكون الجزائر واحد أو اثنين من البلدان اللي عندها منصة في إنتاج العجائن الغذائية. ما فيش دولة في إفريقيا تنتج العجائن الغذائية كالجزائر، ما فيش دولة في إفريقيا تنتج الأواني البلاستيكية وكل ما هو بلاستيكي مثل الجزائر، ما فيش دولة في إفريقيا عندها كل الإمكانيات فيما يتعلق بالمصبرات خاصة الطماطم، ما فيش دولة في إفريقيا اللي عندها كل المنتوج فيما يتعلق ب الفارينة بما يتعلق بالسميد ومنتجات القمح،
ما فيش دولة في الجزائر أكبر من أننا نحوز على منصة في الجنوب الجزائري، كل الولايات فيها جامعة على الأقل. هذه الجامعات الجزائرية ممكن أنها تستقطب الطلبة الأفارقة وتصبح عندنا هذا كمنتوج خدماتي قمنا بتصديره. الجزائر أيضا تحوز على منصة من حيث الصحة، فيه كل الولايات الجزائرية فيها مستشفيات مركزية، وبالتالي نستطيع أننا أيضا أن نستقطب الأفارقة يأخذوا علاجهم في المستشفيات والعيادات الخاصة، وهو أيضا يعتبر لنا في الجزائر أيضا كتصدير لخدمات. الجزائر منصتها كبيرة جدا من حيث الاستثمارات، حتى في ما يتعلق بالزيوت، الشحوم، يعني هي منتجات صادرة من البترول، لأنه نفطال أيضا عرفت إنتاج كبير وتطور كبير في منتجاتها، يمكنها أنها تصدرها إلى إفريقيا. نعم جيد. أستاذ رقاد، ربما نعود إلى نقطة أن سنة 2023 بحول الله ستكون سنة يعني تصدير نحو إفريقيا. نتكلم عن نقطة المزايا التي تقدمها مصالحكم للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من أجل دخول الأسواق الإفريقية والتصدير نحوها، خصوصا أن هناك ربما بعض العراقيل التي تشهدها إفريقيا. والله إشراف السيد وزير التجارة خصوصا على هذا المعرض دليل على أن وزارة التجارة مرافقة دائما إلى المصدر الجزائري أو المنتج الجزائري أو المستثمر الجزائري. وزارة التجارة دائما مهامها أنها تحمي المنتوج الوطني، دائما مهامها أنها تحمي المستهلك، وأيضا من ما بين مهامها الجديدة أنها أصبحت تترأس أو تشرف على ملف ترقية الصادرات. الوزارة الآن في مرافقتها إلى المصدرين، أولا من حيث المعارض تشرف على تنظيم المعارض بالخارج، ولكن تشرف أيضا على تنظيم المعارض بالداخل. هالمعارض أهميتهم أنهم من خلالهم نعرف بالمنتوج الوطني ونروج له في الدول اللي اخترناها أننا نكون فيها حاضرين. هذا المرة أيضا تعليمات السلطات العليا كانت مباشرة وصريحة أننا نكون متواجدين في عدة دول إفريقية. يعني ربما أمثلة عن الدول التي تسعون في لتواجدكم بها. سنكون في موريتانيا، سنكون في السنغال، سنكون في إثيوبيا، سنكون في السودان، وسنكون في كثير من الدول الإفريقية أيضا. هذه الدول تم اختيارها وتم الموافقة على أننا نتواجد فيها السنة المقبلة. أيضا السلطات العليا في البلاد أعطت تعليمات والعمل قائم على أن سنة 23 يتم تنفيذها، وبخصوص إنجاز أو إنشاء بنوك أو فروع للبنوك الجزائرية في دول إفريقية كموريتانيا وداكار بالسنغال. أيضا مرافقتنا للمصدرين الجزائريين هي من خلال الدعم اللي وضعته السلطات العمومية للمصدرين من خلال التكفل ببعض جزء من تكاليف النقل وجزء من مشاركاتهم في المعارض، وهي أيضا أموال كبيرة ضختها السلطات العمومية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من خلال مشاركاتهم في الخارج ومن خلال أيضا عملياتهم التصديرية. ونحن عاكفون دائما على أننا نرافق لهم، على أننا نذلل لهم جميع العقبات. في الحقيقة المصدرين الجزائريين يعرفوا إلا وزارة التجارة من خلال أيضا هذا الفرصة نبلغوهم أن وزارة التجارة تبقى دائما في خدمة المصدرين الجزائريين، ووزارة التجارة أيضا تبقى دائما في خدمة المنتجين الجزائريين من حيث الحماية والدعم والمرافقة. نعم جيد. إذن ختاما ربما أستاذ رقاد، لو نتكلم نعود إلى تظاهرة السهار تمناس، ما هي الأهداف المسطرة خلال هذه الطبعة؟
والله في عنوانها تظهر منه الأهداف، نعم عنوانها هو أنها تكون بوابة للسوق الإفريقية. فعلا سوف تكون بوابة للسوق الإفريقية، خاصة ونحن على أبواب دخول حيز الخدمة للمنطقة الحرة القارية الإفريقية لازلي كاف مع سنة 23، وبالتالي الدولة الولاية الكبيرة يعني اللي قريبة جدا من الحدود الإفريقية لتشاد والنيجر ومالي ومن وراهم بوركينا فاسو وحتى نيجيريا، هي تمرست وتمرست تحوز على كل المقومات أنها تصبح منصة للتبادل بيننا وبين هذه الدول قطب بامتياز، تجاري يعني بامتياز. سوف نعم يكون قطب تجاري بامتياز، ونحن مشرفين على هذا الملف نتابعه عن قرب مع بقية الطاقم الحكومي طبعا تحت تعليمات السيد رئيس الجمهورية، أننا ولاية طمراست سوف تصبح الولاية القطب، سوف تصبح الولاية اللي رايحة تكون هي معرض الجزائر المفتوح دائما على معكم. الدول نعم الإفريقية. نعم إذن أستاذ سليم رقاد، مدير متابعة وترقية المبادرات التجارية بوزارة التجارة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا على إذن الاستضافة. مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا إلى ختام فقرة ضيف الغرفة، فقرة غرفة الأخبار متواصلة لكن بعد الفاصل.